السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني يهم بعض من الشباب. في شباب الله يشفيهم يا رب، يشفي مرضى المسلمين، يعني عندهم مرض نفسي. المشكلة عندهم في إيه؟ إن هم ما بياخدوش العلاج. يعني أنا كنت فاتحة بس النهاردة دخلني واحد والله تعبان جدا وقاعد يقول لي أصل أنا ما باخدش العلاج. أنت ما بتاخدش يا ابني ليه العلاج؟ يقول لي أصل العلاج في مادة مخدرة. يا جماعة صدقوني العلاج النفسي الدكتور يعني بيبقى فاهم كويس جدا. هل العلاج ده بيأثر على يعني المخدر ده هيأثر عليك ولا لا؟ هيعمل حسابه جدا وكويس، اللي هو هيعمل حسابه على الكلى والكبد والقولون، وبيعمل حسابه يعني بيدي علاج لكل حاجة عشان العلاج النفسي ما أثرش على كل ده. ما تخافش، المهم اللي انت تاخد علاجك، مش المهم سبحان الله العظيم تقول لي اصل انا هدمن. هتدمن ايه سبحان الله العظيم؟ ده دكتور وده عارف، هو ادرى منك ويعني فاهم عنك اللي انت سبحان الله العظيم انت مريض، انت ما عليك الا انت تاخد العلاج، والعلاج في وقته. ان في ناس كتيره تقول لك لا في منهم بعضهم يقول لك اصل انا مش مريض. طب ايه اللي انت فيه؟ اصل انا بسم الله الرحمن الرحيم عندي جن، اصل انا بشوف جن، اصل انا بشوف مش عارفه كام. يا جماعه والله العظيم انا نفسي يعني ربنا يحفظ يا رب ولادنا ولاد المسلمين، الشباب تفهم الموضوع ده كويس جدا. انا مريض لازم اخد العلاج. في ناس تقول لك ايه اصلي لازم ولا علاج ولا كلام فاضي، هو يذكر ربنا ويصلي الصلاه على وقتها ويقول الاذكار ويتقرب الى الله وهو ربنا يشفي. يا جماعه سبحان الله العظيم اللي انتوا بتقولوا عليه كويس جدا ومهم جدا في الحياه، بس ده مرض مزمن، مرض لازم ياخد ليه علاج. أنا أذكر الله عز وجل وأقول أذكاري وأسبح وأتقرب إلى الله عز وجل بكل شيء، برضه هبقى تعبانة، إن ده مرض مزمن. يعني أنا عندي مثلا نسأل الله السلامة عندي حصوة على الكلى، عندي حصوة على الكلى، سبحان الله العظيم أقول اللي أنا دلوقتي هذكر ربنا سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله عز وجل، الحصوة اللي في الكلى ربنا هيشفيها لي؟ ما ناخد بالأسباب، أسباب الدنيا، لازم أروح للدكتور وأخد العلاج، وبرضه أذكر الله سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله عز وجل. خلي بالك إن في ناس كتيرة جدا تقول لك لا أصل أنا بصراحة ما بقتنعش في موضوع الأمراض النفسية، ده مرض زي أي مرض، يعني ده دكتور زي أي دكتور، خلي بالك. والله الموضوع ده مؤثر فيا جدا، يعني الشاب ده اللي دخل لي أنا يعني بصراحة زعلت عليه جدا لأني تعبان جدا وبرضه مش راضي ياخد العلاج. الاهالي بقى تاخد بالها، يعني تعمل العلاج دوت تدقه وتروح حطاه في عصير وتضربه في الخلاط وتحطه في العصير لحد ما ربنا يهديه ويرضى ياخد العلاج. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا.